كتير مبحترين هالشهر نحنا. مي مي اوكي قومي حطينا ناكل. استنى شوي، ما بقى الا اتصل اختك سمار. صار الساعة 2:00 وانت هلا بتجي. يلا ليك ليك وافع لابو محمود سما. يلا راح احط الاكل، روح غسل ايديك لشوف. قوام هاي انت طولان طولان، مو بساعدني بحطتان الصفرة. يا عود ادرس لك كلمتين. هاي اجت بنتك هلا بتساعدي. ايه قوم حاجة عامل لي مثل ذكر الباط، لا شغلة ولا عملة، حاطط لي هالمجلة تبع الرياضة وقاعد بدل ما تدرس لك كلمتين. قوم باجيو. خلص خلص اجيت، بس لا تبلشي لي بالموال تبعك اليوم، ذكر البط وطولان. تعبت من الدراسة، بدي ارتاح شوي. طيب شو كنتي واقفة عم تساوي عند السماء؟ هو نادالي، قال ما دفعتوا لحساب الشهر. قبضتي معاشي؟ هي ليلي قبضتي معاشي؟ بلا بلا تاخدي؟ لا لا حطي لي يا جنب التليفون روحي. حاضر. قال انت تكون تدفعوا؟ لك شو رح نهرب يا لطيف الرجال، ارشب ينغر علينا غر. وخرجيتي؟ هلا تصفى وبتجي كل يوم بدك مساعدة. لا لا خليك يا اخي. اسمعوا لك جاهز اوام قبل ما يبرو. ايه امي ايه. زيك هي 50 ليرة. ايه عم تسمع صاير. امي يا شو طبختي لنا اليوم؟ ملوخية ورز. يلا عجلوا غسلوا ايديكم وتعوا. يا سلام. شلونك؟ كيف صحتك هلا؟ هلا مو انا اللي رحت على الشرطه مشاني؟ يعني انا مو غاري عليك؟ ايه كثير، بس قول باختصار شو بدك؟ بتدينيني 100 ليره؟ انت ترجع لي اياهم! صوتك شو صرت؟ ليك شوفت عينك، المصاري حطيتهم جنب التليفون ومو زايد معي غير 300 ليره، دوبني كفوني لاخر الشهر مصروف. يلا غسلتوا ايديكم؟ ما بسخن الاكل مره ثانيه. شو كان عم يقول ليك؟ بده 100 ليره. لا تعطي. لا ما حاعطي. بس امي شو بدنا نعمل مشان السمار؟ لك ايه صحيح. حمام حمام. زين لعند ابو محمود السمان، قل له امي ضروري ضروري عاوز تاكل، خلينا نخلص من نقوم. جوعان لبعد ما اكل. حبيبي بترجع بتاكل، قل له بتقول لك امي جيب دفتر الحساب معك، قوم خلينا نحاسبه. ايه حاشنا وباللحمة. امي شي طيب كتير. امي جيبي لي الجاط من جوا قوام تبع السكب. قوام حركي. شو حاطة فيها فلافل حدة؟ روحي خلصيني. وين حاطين البشكي؟ ليك قدامك. ها؟ شو سمار؟ شو قلتي؟ ما معي اخي، بعدين امي قالت لي انه لا حاجة. ليش قلتي لامك؟ هيك بدي اقول لها ما معي اخي. امي تعي شوفي احمد. تعي شوفي. ما في شيء امي ما في شيء. اهدى يا ابني اهدى اهدى على بالك. لا حول ولا قوة. مي مي تعي يا شاب محمود. اهلين ابو محمود. يلا تفضل. السلام عليكم. اهلين اهلين. تفضل تفضل. تتغدى معنا ابو محمود؟ ان شاء الله دائما سبقتكم والله، شايف الوقت مو مناسب. فوتوا يا اولاد تغدوا. يلا هلا انا بجي بتغدى. تفضل تفضل عود. الوقت مو مناسب، خليني اروح واتغدى هلا. لا انا بعدت لك، انت قايل لسمر مشان دفتر الحساب، عود لنتحاسب. اذكرها لانه اول الشهر صار. يا رب بسم الله. بلش مسلسل امك وابو محمود. استنوا لحتى احط لكم رز. شو شو قلت؟ افتح افتح دفترك لشو؟ يا ستي هي الدفتر ومثل ما بيقولوا المي بتكذب الغطاس. هات لشو. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم صفحتكم.
طالع الحساب هالشهر 528 ورقة و50 قرش، يعني 525 ليرة. اوف، شو نحن شارين البزورية كلها؟ شو الحكي؟ لا ما لكم شارين البزورية، بس حسابكم واضح. تفضلي، إن شاء الله ما أتهنى بقرش إذا أخذه منكم حرام أنا. يلا يا خانم، تفضلي. تشرب قهوة أبو محمود؟ لا شكراً، تارك الولد بالمحل وبدي ارجع، بس كاسة مي إذا بتريدي حتى بالريقي. على عيني، سما، ساوي لنا فنجان قهوة مع كاسة مي لعمك أبو محمود قوام، ثلاث معالق سكر، ثلاث معالق بن. مو ضروري يا خانم، مو ضروري. هات لشوف، هات. افتح الصفحة لنشوف. ليك قصدي. نعم. أخذيد معجون جلي ب 25 ورقة. أوف، ليش كل هالقد؟ طول عمرنا بناخذه ب 18 ورقة. مزبوط. بس هاد ارتفعت تسعيرته وصارت ب 25. ليش بقى ارتفعت تسعيرته وامتى؟ انا مو منبكتك، اما باخذوا الغراض اذا ما ارتفعت تسعيرته. بعثت لك خبر مع الصغير. شو صار بالقهوه سماح؟ ابو محمود، طول عمرنا هالشمس بترقعنا، اكيد ارتفع سعره بعد ما انا اشتريته، بس انت مثل منشار، على طول هيك مثل منشار نازل طالع، كل شيء بتحسبه لمصلحتك. الله يسامحك يا خانم. بعيني الله، معلش، انتو غاليين وما بيهون علي زعلك. غيره أبو محمود. 2 كيلو غار ب80 ورقة. ليش 80 ورقة؟ من أيام ستي ما ارتفع سعره. مظبوط، طول عمره بهالسعر، وطول عمركم بتاخدوه هيك. بس هالمرة مغير النوعية، ما كان منيح، سوالنا قشرة براسنا. هذا النوع اللي جايبه نوع خامي. الله يسامحك يا ام احمد، هذا صابون نوع اول حلبي زيت زيتون اصلي. خلصنا، حاجته 75 ورقه. تكرم، 75 ورقه، 75 ورقه، هي اخذتيه برس ماله. يلا القهوه امي. لهديك، قوم ابو محمود شغلتك طويله انت، تعال هون اشرب القهوه. خلص اطلعتي كلها من الميلي صفر واجلس. حاضر. تفضل ابو محمود. القهوه يا عمو. فرحتك ان شاء الله. الله يسلمك. هات لشوف شو بقي. ايوه. خمسة الشهر 4 كيلو برش للغسيل. اهدى معافيتي، رجعت لك اياهم، ما عجبوني، ما بينطفوا. لا تواخذيني. مزبوط، ليكو مسجل عندي، بس رجعتيهم ناقصين نص كيلو. انا ما باخذ شيء لجربه، هلا هالتجربه صارت نص كيلو كلها كمشة صابون. ماشي مثل ما بتأمري. شكرا. شكرا. انكتو. هو متعود كل راس شهر على المصطفى. احمد، احمد. ليش الصلصلة؟ ليش الضحك؟ السلام عليكم عمي ابو محمود. اهلين ابني احمد، طمني كيف دراستك؟ الحمد لله كويسة. حط لي هون عندك. نعم. حوالي 35 ليرة. 25. على عين تكرمي. ما تاخذني يا عمي ابو محمود، عندي شوية شغل. موفق ان شاء الله، من الناجحين هالسنة ان شاء الله. الله يحفظك. روح روح، درس لك كلمتين، روح قرب فحصها. قوة إلا بالله، ما صدقت على حالي إمتى كبروا، قلت لحالي بيحمل كتف عني، 4 سنين صار له بالبكالوريا. وين وصلنا؟ معلش، طولي بالك، طولي بالك، بصير. ما علينا. عليكم 3 علب لبن ب 67 ورقة. تأكد عندك، بدلناهم وقتها بلبن فرط، ليك مسجلة عندي. مزبوط، ليكم ها. بس بعدت لك لبن فرط بدالهم بنفس السعر. طلعوا محمضين، ما بيتاكلوا. بلعناهم بلك. شو هالحكي؟ كل الحاره بتشكر بلبناتي انا. يعني بدك يعني كذب طعم التمي. المعنى؟ بدنا نخصم 10 ليرات. لا هيك ما بتقعد توفي منوب. ايش بتريدي انت يعني حط من اصل مالي؟ لا احسن لي بقى سكر هالدكان واقعد بالبيت وما اخسر، ما بتريدي يا انت؟ لا ترويش، بدك تخصم ال 10 ليرات. اوه
الزود الريق للعصفور. هلا صار لو قاتلته القطه شهر بدك تيجي تحاسبني عليه انت كمان؟ يا الله يرحمه، شو يعني يحط حسابه علي؟ لك شبكي شبكي مثل الطوربيد انت؟ علي ايش عم تدوري؟ امي السلسال الذهب اللي هداني اياه فرحان مدري وينه؟ وقت اجيتي من الشغل كان معلق برقبتي؟ لا. ايه دوري علي؟ رح يجننوني يا الاولاد، انا رح يجننوني رح يستروني. غيره، اعطيني حساب غيره. المحروسه سمر اخذه الشامبو ومسكه. هدول حسابها لحالهم، مو من حساب البيت. شو اخذه من عند عمك ابو محمود؟ نقلكم الشامبو انا بدفع حقهم. الشامبو ب 48 ورقه والمسكه ب 10 ليرات. تعي يا بنت، ادفعي حق حسابك لحاله، لا تخربطيني. لك لساعتك حايصه؟ روحي دوري عليه بدرج الكومودينا. دورت امي ما لقيت. تفضل عم ابو محمود. يسلموا هديه. بقي لنا ليرتين، خصمهم من حسابي. تكرمي خانو. الله يغنينا عن الحرام يا بنتي. عم ابو محمود، ممكن تقوم شوي؟ لك بنتي ما لقيت الدوري الا هون. هذا فرحان خطيبه هذه يا سنسان، مشان هيك ملهوفه عليه. تفضل يا ابو محمود تفضل. وين بدي دور؟ لا انا اللي داخل راسي، لسه رايحه جاي رايحه جاي، خلينا نخلص الحساب يا ضيعتينا كل شيء في الانسان. ام احمد انا تعطلت، خليني انزل على دكانتي اعمل لي نظره وبرجع. يلا يلا خلصنا رح نخلص، صرنا بنص الحساب. امرك يا خانو. اخذت صفط بيض ب 75 ورقه، طلعوا 6 بيضات مكسورين، وبعدين البيض كان كتير صغير، حتى بالعلامة وقت قلت لك شو هاد؟ بيض حمام؟ هي ما دخلني فيها يا خانوم، هن هيك عم يجيبوا لي البيض، شو أنا عم. وليش ب 75 ليرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا شو دخلني؟ شو دخلني أنا؟ هذا سعره. أمي، طيب اليوم الصبح أنتِ عم تنظفي البيت، ما شفتي لي إياه؟ لا حبيبتي ما شفته. يا الله هذا حكي، معقول هذا حكي؟ طيب هلا اذا اجى فرحان وما لقاني لابسته ليزعل. يزعل؟ ايه على مهلك كسرت الكنبايه يا شبي. كمل اخي ابو محمود كمل. عم نحكي عن صفط البيض يا خالي. الحق حق ما بينزعل منه، مو هيك؟ معلوم طبعا، بس يشهد الله ما بصير معي هيك حساب الا معكم انتو. سبحان الله، الكم معزه خاصه عندي انتو. اخي أنا مو جايبة المصاري من الطريق، بعدين كل إنسان بيغلط خلينا على نور، هيك لا بيضيع عليك ولا بيضيع علي، هي أنت غلطت معي بمبرش، مزبوط؟ ولو ما ذكرتك فيك تحطيت علي هديك الحسبة على شيء أنا مرجعت لك يا أبو محمود، بدك تخصم لي حق الست بيضات المكسورين، خلصنا. حبيبي ولا قوة إلا بالله، بيعة خسرانة من أصلها. ماشي الحال. وهي خصمنا الست بيضات. واخذين علبة محارم 27 ليرة. حياتي ما شفت عنا علبة محارم. بلا بخزانتي. بعدين أنا مو منبهة عليك تعطيني أرخص نوع. هذا أرخص نوع يا خانو ومكتوب عليه كمان. إيه عن إذنك لحظة. شو عم تعمل؟ ما بعمل شيء، شفت شغله هيك عم تلمع على البلاط، حسبت طلع خيط ذهبي مقصب يعني، ما في شيء. اهدي يا بنتي اهدي، طولي بالك، فكري وتذكري وين حاططيه يا بنتي، الله يرضى عليكي. مضبوط اخي ابو محمود، معك حق، حقها 27 ليرة. شو هي امي؟ علبة محارم. ايوه. لك شبكي لك بنتي، تركني بقى لحالك هلا بتلاقي، لا تضوجي، هلا بيلتقى. كأنه انسرق بس. لك بنتي مين بده يسرقه؟ ما فات لعنا حدا غريب. شلون امي ما فات لعنا حدا غريب؟ المحروس احمد ابنك اخذ علبة شفرات حقها. حسابه لحاله هاد، ما دخلني انا. ليش ما بتدفعي انت كل الحساب بعدين تتحاسبي انت واولادك؟ بيكون احسن. لا هيك ازبط لي. ايه
يا خالد خليني اروح على المحل واطمن ما في غير الولد الصغير وبقى برجع لعندكم بكمل الحسابات برجع. استنى شوي عمو. شو بدك تعملي انت؟ ايش بتريد هلا 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 بتفتش لي على سلسال ذهب بجيبتك؟ زمان زمان هاي بستحي شو جنيتي انت؟ ابو سلسال يا بنتي شو قصه يا خانوم؟ شو عم تمزحوا معي يعني انتو؟ لك شو صار لك زمان؟ لك شو صار لك؟ مو عيب تحكي هيك مع عمك ابو محمود؟ روحي دوري على سلسالك شوفي وين حاطط طيب. لا تاخذنا اخي ابو محمود معلش السلسال كثير غالي عليها بس بقى سمار الله يوفقك. امي انا عم اقول لك بتقدر شفته بعيوني هدول التنتين عم يتحش السلسال بجيبته. انا يا خانوم انا لك انا طبعا انت بس سمار شو بس امي شو استحي عم اقول لك سلسال ذهب هون بينجلك. لا لا يا خانوم لا انا ما بدي على نفسي هي انا عم اعملكم على اساس اهل تتهموني اني انا حرامي لا هي ما بريد انا هي لا سمح الله مين عم يقول عنك حرامي يا ابو محمود عفوا لا تاخذنا تفضل ارتاح شوي هديلي حالك تفضل رح ساوي لك فنجان قهوه معتبر رح يرتفع ضغطك ولا قوة إلا بالله خليش لح زكيته يا أما بيطلع سلسال بجيبته يا أما أنا اللي بدي يطلع كذابة سامعك يا شو عم تحكي يا خانوم سامعة لك بنتي تضبضبي شوي شو صار لك أبو محمود لا تنقد عليها سمر مثل بنتها ما اختلفنا مثل بنتي وأعز بس فهميها شو عم تحكي والسلسال لك أنا بعيوني هدول شفتك اللي حياكلهم الدود إنك لميت السلسال من الأرض وحطيته جوا بجيبتك وكنت قاعد هون لا أعوذ بالله شو كان بدي بيها الطلعة لعندكم أنا لا ابو محمود لا تلومها حط حالك بمحلها السنسال سبق وقلت لك انه من خطيبه فرحان لسه ما تهنيت فيه شايفتيها شو عم تساوي يا خانوم شايفه يا خانوم اللي عم تقولي هالحكي حلوه منك انت تقولي هالحكي اللي بتعرفيني شايفه لك بس امي بقى خلصنا عيب تعملي هيك مع عمك ابو محمود بس بقى هلا عمك ابو محمود ببحبش بجيابه يعني بركي بالغلط ابو محمود إنسان ابن سهوة يعني بركي بدون ما تحس اندحش بجيبتك اندحش في شي بيندحش بالغلط كمان انت يا خانوم انت عم تتهميني هالاتهام حسبي الله ونعم الوكيل بس بقى ابو محمود المية بتكذب الغطاس لا تفهمني غلط خليها تنبشك وخليها تطلع هي الكذابة حساب عندي شو هالحكي يا خانوم كمان انت مطاوعتيها شو هالحالة هي شو طب لا يزقني طول النهار على القعده يا خالو شفتي امي شفتي خايف فتشه مشان ما يطلع سلسال بجيبته الشرطه شرطه مرحبا زموره اهلا خالتي ابتسامه شلونك حبيبي فوتي يلا يلا بقى هي هي القصه من طقطق للسلام عليكم شوفي يا ابو محمود ما فيها شيء دور بجيبك هون هون يعني بركدان كمان انت يا ام تيسير جبناك اقرع لتونسنا يو مين فينا الاقرع بعدي شفتي خالي كمان ما بده يعني يفتشوا بجيوبه شوفي يا خانوم وانت كمان يا ام تيسير انا سمار مالي حكي معها ما بسمح لمخلوق يتهمني هيك تهمه ولا بقبل على حالي انحط بهيك وضع بعد هالعمر اتنبش انا ايه ما فيها شي زير براءتك ابو محمود براءتي يعني خلاص لبستوني اياها القصة طلعتوني حرامي باخر عمري حسبي الله ونعم الوكيل شو صاير للعالم؟ اي اخر وقت
أظهر براءتي أنا، أظهر براءتي يا أم تيسير. يا أدب عليك، الله يرحمك يا أبو تيسير، الله يرحم ترابك. في حل يا أبو محمود، نطلب الشرطة. شرطة؟ كان لا لا لا، ما في لزوم للشرطة. شو بدنا نعمل لك؟ بتريدوا تعرفوا وين السنسال ومين أخده؟ إيه؟ معلوم. وين محمد؟ بدنا نفتح مندل هلأ. روحي فايقيه على الطريق. مندل يا فضيحتك يا محمود، يا فضيحتك. حشتروش بشتروش، قلونا ودلونا وهدونا وورجونا، سنسال سمر بنت خيرات، بقنو أرضه بقنو أرنان، اللي شو شايف يا محمد، يا محمد اللي شو شايف بالفنجان؟ مو شايف شي. عفركوش بردكوش، حشتروش بشتروش، لونا ودلونا وهدونا وورجونا، سنسال سمر بنت خيرات، بقنو أرض وبقنو أرنات، اللي يا محمد شو شايف، اللي شو شايب بالفنجان، وخلي الحقيقة تبان. هلأ رح تبان عليك الحقيقة مثل المراي. يا جماعة يا جماعة، ضبطت. هلأ بتبان الحقيقة وكل مين بياخد حقه. محمد شايف أبو محمود شي؟ هس انت لا تحكي. اللي يا محمد شو شايف قول. شايف شي بس خايف. يتقبرني من شو خايف؟ أم تيسير عمره للسلسال وعمر فرحان كمان ليوم يتأذى الصبي. هس لا تخاف يا محمد، صلت فتحوا عليك. حشتروش بشتروش، قلونا ودلونا وهدونا وورجونا، سلسال سمر بنت خيرات، بقنو أرضه بقنو أرنات، اللي يا محمد شو شايف يا محمد قول. ليكو ليكو ليكو، وينو وينو؟ لا تزعجيهم. اللي يا محمد شو شايف قول بسرعة يا محمد قول. شايف واحد ايه عم بيرفع المخدة، ايه عم يحط بإيده شي، ايه بيشيله بيحطه بيحطه بيشيله، وعم يلحنها كمان. وين؟ بجيبت أبو محمود ما؟ هس قلنا وين عم يحط السنسال؟ قول يا محمد. ماني شايف شي، غبشت الصورة. عيني أم تيسير، عيني لين صار له شي، عم يقول غبشت الصورة. اسكتي لك شوية أم محمد، هلأ بتنزعي الشغل. اللي يا محمد كمل، الدنيا ليل ولا نهار؟ لا ليل ولا نهار. اللي شايفه بأنه أوضة؟ مو باين كأنه بالهواء. يا محمد انت قلت مخدة، وين المخدة؟ لا مو مخدة، كأنه بأجي هي رجع عم يحوص يلوص. اللي شو شكله وصف لي يا محمد بسرعة. أكيد بيشبه أبو محمود. هص يا سمر هص. ليكو ليكو أبو محمود. أبو محمود عيب تنكر، مو حلوة بحقك. بسم الله الرحمن الرحيم دلوا عليك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، كتاب الله بيني وبينكم. يا لطيف ابو محمود، الشغله مو مهرزه، مو مستاهل تضحي بحالك بولادك. اوعى يمين صعب وقتال ابو محمود مش عايز انسى. حرام عليكم يا جماعه، حرام. وقف قلبي انا، انا اخذ سنسان وخبي اسرق. تيسير ليوم يصر له شي، لك شايفته شيئا بالمرة. عم يمثل امي، عم يمثل مشان ما شحش الجاكيت. ابو محمود يا ابو محمود، ابو محمود ابو محمود
ابو محمود هويله لك اختي انا هويله يلا انا يلا ابو محمود حاكيني ابو محمود ما عرف الناس تنساك الله يسامحك في ابو محمود ما في شيء بس اكيد هو اللي اخده انا وين يا جماعه هون ابو محمود هون انا ام احمد ما عرفتني انت يصير لك وصار له شيء يمكن يا اختي ابو محمود هون حاكيني الي قوم لنكمل حسابنا انو حساب اجا يوم الحساب ابو محمود الله يرضى عليك لا تزعل سمار بس انت بتعرف انه السنسال غالي عليه كثير من خطيبه فرحان لا تكسر خاطره اعطيها اياه لك شوفي شبك هون شوفوا ما هديتو تعال يا ابني يا احمد تعال شوف اهلك شو مساويين فيه شوفي يحكوا شو صار لك تقبرني ما في شيء القصه وما فيها اختك سمار ضيعت السلسال تبعها وشكت بانه مسروق قامت شافت قال بعينها يبعت لك ضربه دائما جايبتي لنا المصايب بانه ابو محمود هو اللي اخده اجت انت يصير وفتحت من ده قال طلع فعلا ابو محمود هو اللي اخده شايف يا ابني احمد حسبي الله ونعم الوكيل انا مد ايدي على سنسان كله من سمار خوش انا قلت له ابو محمود لا يمكن يساوي هيك شيء ابدا عمي ابو محمود الله يوفقك ما تاخذنا اي بس لسه ما لقينا السلسال لك سمار انت ما تحممتي امبارح بلا وما نسيتي السنسال بالحمام لا لاني دورت عليه بالحمام ما لقيته لاني انا رفعته وخبيت لك اياه بدرج خزانتي يعني انت اللي طلعت بالفنجان مو هو